تابعنا امبارح المباراه الخاصه بيه الاهلي والمصري بالسلوم، وكنا بنتكلم قبل ما يعني نلاعب المصري بالسلوم، وقلنا برده ما فيش حاجه اسمها فرقه ضعيفه حتى لو ما كانتش بتلعب في الدوري الممتاز، بس ما زلنا برده بنحترم الخصم. وعلى فكره على ارض الواقع هم كانوا زي ما توقعنا كده بالظبط، كانت فرقه امبارح عندها تنظيم جماعي محترم بصراحه ولازم نشهد بذلك. لعبوا كويس، اه لعبوا كويس بصراحه جدا. الاهلي هو الاهلي في الاول وفي الاخر، اكيد هو اللي كان متوقع او التوقعات مختلفة كانت أكيد أن الأهلي إن شاء الله هو اللي كان حيفوز. على كل حال بجانب هذا الفوز في كلام برضو حول الأداء، حول بعض المشاكل اللي لسه موجودة زي مثلا الفرص الضائعة اللي كانت امبارح برضو متكررة. بس على الصعيد الآخر في حاجات حلوة كتيرة برضو طلعنا بيها من مكاسب، سواء بلعيبة أو حتى فكرة هنا أن أنت عندك يعني اكتشاف لمواهب جديدة بتنضم كمان، فكل ده أعتقد برضو لازم أن هو يتم الالتفات إليه. على كل حال خلينا نرحب بكابتن إيهاب جلال نجم الأهلي السابق اللي منورنا، مدرب حراس منتخب مصر للشباب. بونجور جدا. صباح الخير. والله بتنورنا يا كابتن. الله بجد. انا اسعد والله. صباح الخير يا كابتن ايهاب، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك. كله تمام؟ كله كويس. طبعا عندنا كلام كتير نتكلم مع حضرتك فيه بخصوص المنتخب وبخصوص النادي الاهلي، بس خلينا نبتدي بالنادي الاهلي وتحديدا ماتش امبارح في ظل غياب بنتكلم في حوالي 15 لعيب، لعيبه الدوليين طبعا كلهم عندنا اصابات، وفي المقابل شفنا ان في البعض من اللعيبه اللي كان بقالنا فتره ما بنسمعش حتى اسمها كان عندهم فرصة ذهبية ان هم يشاركوا في لقاء الامس، وشفنا اداء الى حد كبير نقدر نقول ان هو مرضي وواعد للي جاي. فكيف رأيت انت هذه المباراة؟ زي ما حضرتك قلت وزي ما هوند ما قالت بالظبط، يعني المباراة كانت كويسة جدا، حلوة جدا. فرقة مصر السلوم طبعا بالسلوم طبعا فرقة كويسة جدا، منظمة جدا زي ما حضرتك قلتي برضو. ده كل ده بيخلي المباراة تطلع في اطار جيد. والنقطة الثانية ان في لعيبة كتير جدا ما كانتش بتلعب، وفي حاجة مكاسب كويسة جدا، بس لازم يعرف ان الناس كلها تعرف ان ده بيلعب في النادي الاهلي، فطبيعي جدا ان لازم يبقى كويس. وده شيء رائع ان هو مثلا لما بيلعب ما بيلعبش بقى له فترة طويلة ويجي يلعب عشان هو في النادي الاهلي او ينتمي للنادي الاهلي او بيلعب في فريق النادي الاهلي، فلازم يكون كويس. ده صحيح. طبيعي جدا وده شيء جميل، والفرقة الكبيرة تبقى كده على طول. الشيء الجيد ان في لعيبه المنتخب مش موجودين، لعيبه كتيره بتريح، لعيبه جديده بتلعب، وده اللي هو اثبت ان هم يستحقوا ان هم يكونوا يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي، وده شيء رائع وده شيء جميل. والمكسب الحقيقي ان النادي الاهلي كسب طبعا، بدليل ان عشان برضو في مشكله كبيره جدا ان مباريات الكاس غير مباريات الدوري. مباريات الكاس بتبقى فيها مفاجآت كبيرة طبعًا. جدا جدا طبعًا. جدا ممكن فرقة زي السلوم دي تطلع النادي الأهلي، ده طبعًا. طبيعي، ده طبعًا. حاجة طبيعية جدا طبعًا. بس النادي الأهلي كانت فرقة متماسكة، الفرقة كانت كويسة جدا، منظمة جدا، فرقة السلوم. وبقى على فكرة في برضو في نقطة ان النادي الأهلي بيحب يلعب مع الفرق المنظمة، ما بيحبش يلعب مع الفرق العشوائية. وفرقة العشوائية طبعا طبعا. وغير كده كريم انا عايز اقول حاجه، ان فرقه السلوم مصر السلوم امبارح بصراحه انا فوجئت لان انا ما اسمعش عنها حاجات كتير، انما لقيتها فرقه منظمه جدا، ده اللي خلى المباراه تطلع بالشكل المنظم وبشكل كويس جدا وباداء كويس بالنسبه للطرف. هو مكسب للاثنين، ومكسب للاثنين ده شيء جميل. وعشان كده برضو ان فرقه مصر السلوم في الدرجه اللي هي بتلعب فيها لازم تبقى مميزه، ان فرقه فعلا امبارح كانت منظمه جدا، بتلعب على استاد السلام، استاد كبير، غير طبعا الاستاد بتاعهم اكيد مش زي استاد السلام او استاد القاهره. فاحنا شفنا فرقه بصراحه منظمه جدا، النادي الاهلي عارف يلعب معاها كويس لانها فرقه منظمه، وده الطبيعي وده الشيء الجيد في المباراه يعني. طيب كابتن ايهاب، عندنا نقاط انا وكريم اكيد كتيره هنتكلم عن حراسه المرمى ومشاركه مصطفى شبير لاول مره، يعني بعد برده فتره ما كانش بيشارك، فكره برده هنا الناشئين وصناعه الناشئ وازاي ده بيؤثر او بيديك رؤيه لما هو قادم سواء للنوادي او حتى لمنتخب مصر. بس قبل كل ده انا عايزه اروح اداء برده ونتكلم بمنتهى الشفافيه، لان امبارح احنا كان ممكن نعمل سكور احسن من كده، حضرتك اكيد مش مختلف معايا. طيب لو احنا هنتكلم عندنا 15 اصلا غياب وعندنا لعيبه شاركت لاول مره ولعيبه اخذت فرصه زي ما كريم قال، لان الحياه فرص، وانت صحيح. لما تجيلك فرصه تحديدا مع النادي الاهلي لازم تستغلها، لو ما استغلتهاش انت ضيعت على نفسك تاريخ وضيعت على نفسك نجاحات كتيره جدا. امبارح كانت اللعيبه وده الحلو كل واحد منهم بيحاول ياخد او ينتهز الفرصه اللي جات له، ولكن في النهايه لما اجي اقيم، لان انا برده مش هقول اصل هم بيلعبوا لاول مره، انا بقيم لعيبتي، انا بقيم لعيبه النادي الاهلي، انا بقيم النادي الاهلي،
مش هبقى لطيفة في تقييمي. صحيح. تمام معلش. فكان في إهدار للفرص امبارح، والتاني مشكلة الفينال أو الفاينل تاتش بتاعنا ما زالت قائمة، اتكلمنا فيها كتير جدا، فبرضو بتشوف ده ازاي؟ بص، في مشكلة بالنسبة للنادي الأهلي في الفترات الأخيرة، في الماتشات الأخيرة، حتى مع اللعيبة الدولية اللي موجودة أو مع اللعيبة اللي هي الأساسية بتلعب في النادي الأهلي، في كتير جدا يعني بنشوف كتير جدا تضييع الفرص، وده يعني بيبقى صعب على النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي بيجي لك 3-4 فرص لازم يكون فيهم 3 أو 2 على الأقل. صح. إنما اللي احنا بنشوفه بقالها فترة طويلة إن في تضييع فرص كتير جدا، وده بيضيع عليك مباريات كتير. بالظبط. يعني مباراة المصري في الدوري اتعادلت بعديها مباراة، كل ده تضييع للفرص، وده ما يصحش بالنسبة للنادي الأهلي. هو ناتج عن إيه؟ هل ناتج عن عدم تركيز؟ ولا يعني لو حيدنا التوفيق من عدمه، لو حيدنا تفصيلة التوفيق، تمام، الاستمرارية والاستدامة في تضييع الفرص ده ناتج عن إيه؟ بص يا كريم، الفرق بينك أنت كمهاجم النادي الأهلي أو خط نص النادي الأهلي أو الناس المهاجمة في النادي الأهلي بتختلف عن المهاجمين في أي نادي تاني. ليه؟ لأنك أنت بتلعب في كذا بطولة، بطولة الدوري، بطولة الكاس، كاس عالم، أفريقيا، كل دوت أنت لازم تكون مميز عن أي فرقة تاني. طب. لأنك أنت الفرصة اللي هتجيلك مش هتجيلك تاني. والفرصة اللي تجيلك لازم تستغلها. طب. ولازم، لأنك أنت بتلعب في النادي الأهلي وده قدرك أنك تلعب في النادي الأهلي، فقدرك أنك تلعب في النادي الأهلي لازم كل فرصة تستغلها. يعني بيجيلك 4 فرص تجيب 3 أو 2 بالأقل، أقل حاجة، مش تجيب فرصة واحدة من 4، ما ينفعش، لأنك أنت بتلعب في النادي الأهلي. ولازم الناس المسؤولة أو الناس المدربين في النادي الأهلي لازم على مستوى الناشئين او مستوى الكبار او اي حد بينتمي للنادي الاهلي يستغل الفرصه دي، انك انت مهاجم النادي الاهلي زي عماد متعب زمان او زي الكابتن خطيب مثلا. او كابتن، يعني في لعيبه كتير جدا كانت من نص فرصه او ربع فرصه. صحيح. بتجيب هدف، ده مهم جدا، وده النادي الاهلي. انما اللي احنا شايفينه مع ان دلوقتي حوالي مثلا 3-4 شهور بالمباراه النهائيه بتاعت افريقيا، تضييع الفرص ده شيء ملحوظ، يعني ده ملحوظ جدا. فانا كمشجع النادي الاهلي او انتمي للنادي الاهلي ما ينفعش ان انا اشوف فرقتي بتضيع فرص كتير جدا، وممكن تيجي هجمه عليا واحده بس بتيجي جول، يعني مع احترامي لاي لا حد. لا صح كلام حضرتك. انما النادي الاهلي قدرك انك انت 4 فرص يجوا لك او 3 فرص يجوا لك لازم تجيب منهم 2 على الاقل، وده مهم جدا بالنسبه لمهاجمين النادي الاهلي، وده لازم يكون في الاعتبار، ولازم يكون الشغل الفتره الجايه على الاسلوب ده، انك انت لازم كل فرصه تستغلها، وده مهم جدا. طب. مهم جدا. كويس جدا. طيب تسمح لنا هنروح فاصل سريع جدا كابتن ايهاب ونرجع نكمل، لسه اكيد انا وكريم يعني اسئلتنا ما خلصتش والمحاور برضو المختلفه ما خلصتش، ولازم هنتطرق للمنتخب طبعا لان ده حديث الساعه وكل ساعه. فاصل سريع ونرجع نكمل. اهلا بحضراتكم عوده من جديد لاولى فقرات الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، الفقره اللي منورنا من خلالها كابتن ايهاب جلال، واللي ابتدينا يعني نفتح معاه بقى ملفات، اتكلمنا شويه عن النادي الاهلي، واكيد هنرجع نسال تاني ونتكلم بخصوص النادي الاهلي، بس خلينا كابتن ايهاب نروح ولو مؤقتا نتكلم شويه عن المنتخب واسالك ايه النظام؟ ايه احنا ايه صحيح يا هون؟ احنا ايه يا كابتن ايهاب؟ ايه اللي بيحصل؟ بص، هو المشكله كلها يا كابتن كريم او نهواند، بس المشكله كلها انك انت منتخب كبير، بلد اسم كبير، فما بيحصل اي دروب بتحصل مشكله كبيره جدا. ليه؟ وده طبيعي جدا لانك انت منتخب كبير، بلد كبيره يعني، واكتر بلد واكتر اكتر فريق واخد بطوله افريقيا، واخد 7 مرات، يعني انت زيك زي البرازيل مثلا. لما ما هو ده بالظبط، عشان كده لما بيحصل اي دروب وبالذات مع الفرق الصغيره زي مثلا اثيوبيا، معلش مع احترامي ليها ومع احترامي لاي حد، ان برضو اثيوبيا مش زي مصر، ما اختلفناش، بس انا عايز اعقب على تفصيله صغيره لو تسمح لي. هو في فرق بين دروب وبين هرتله. في فرق بين دروب وبين عك. ما هو انا بتكلم في المطلق، انا بتكلم على المبدا اللي نفسه. احنا شايفينه المباراه حصل فيها انك انت اتغلبت من اثيوبيا، وده الطبيعي ان ما يحصلش. الطبيعي جدا بالنسبه لمنتخب مصر ان ما تخسرش من اثيوبيا. انت خسرت من السنغال وضربات جزاء، حصل مشكلة كبيرة. طب. ليه برضو؟ لأنك أنت برضو لو بصيتك أنت والسنغال، السنغال خدت مرة واحدة بطولة أفريقيا اللي هي خدتها منك. أيوة. وأنت واخد 7 مرات، يعني في فرق بينك وبين السنغال. طب. مع إن فرقة السنغال من أحسن فرق. طبعا. في أفريقيا طول عمرها، وطول عمرها فرقة. طبعا. كويسة جدا ولا جدا، ولا تقارن بأثيوبيا مع كل الاحترام. برافو عليك. طبعا. فهي دي بس المشكلة كلها، إن حصل مشكلة مباراة مع أثيوبيا أو المفروض، يعني إحنا كلنا زعلانين إن أنت خسرت مباراة زي دي
ما تحصلش، حتى لو لو حتى تعادلت هتبقى برضو في مشكله. بس خلي بالك كابتن ايهاب، انا كنت اقصد ما بقصدش المباراه دي بعينها قد ما بقصد من اول كيروش بالمناسبه. ايوه، مرورا بكل الاحداث اللي حصلت مع كيروش، انتهاء بتعيين كابتن ايهاب جلال، مرورا باقاله كابتن ايهاب جلال وهو على متن الطياره متوجه الى كوريا. انا بتكلم على الملف ده على بعضه. ما هي المنظومه بقى يا كريم، منظومه كره القدم المصريه والعشر سنين اللي فاتت يعني. آه، هنجيبها باختصار ليه؟ لانك انت حصل في اتحاد الكوره كتير لجنه خماسيه، وبعد كده لجنه ثلاثيه، وبعد كده اتحاد كوره سباعيه بعدين. فالمشكله كلها ان حصل في حوالي سنه كتير جدا في التغيرات، فكل واحد بيجي بمنظومه او بفكر، فهي دي يعني هي دي المشكله كلها، ان بتتصب على جماهير الكره المصريه ومنتخب مصر. فهي دي هي دي بس النقطه، انما لو في استقرار في استقرار في اتحاد الكره مثلا 3-4 سنين او زي ما بيحصل في الانتخابات، هيبقى في استقرار ويبقى في مدرب وفي وكده. انما في اللجنه الثلاثيه جابوا مدرب، اللجنه الخماسيه جابت مدرب، اتحاد الكره جاب مدرب اللي موجود دلوقتي. فهي دي كلها بتنحصر في ان في هيبقى في مشكله، هي دي بس المشكله الكبيره. انما لو في استقرار هيبقى في استقرار في اتحاد الكره، في استقرار في المدرب، في استقرار في المنتخب. فهي دي هي دي بس النقطه الجوهريه اللي احنا ممكن نتكلم فيها. انما في مشكله، في مشكله انك انت في التصفيات افريقيا ان انت هتعدي وكل حاجه مفيش مشكله اوكي، انما يعني كلنا زعلانين انك خسرت من اثيوبيا، دي ما ينفعش يا جماعه. احنا مش زعلانين بس، بصراحه احنا مصدومين، احنا مقهورين كمان يعني. بالظبط كده يعني، في مشكله، هي دي المشكله دي اللي نتكلم فيها، ايه اللي حصل عشان يحصل المشكله في دي، ده اللي نقدر نتكلم فيه. انما الحاجات الاداريه جوه الاتحاد دي احنا ما نقدرش نتكلم فيها، لان دي ليها ناس معينه وناس متخصصه يتكلموا في الحاجات الاداريه. انما احنا هنا بنتكلم في حاجات الفنيه، الفنيه ان في مشكله. ايه هي المشكله؟ نشوف بقى ايه المشكله نقدر نحط ايدينا عليها ونقدر نتكلم فيها. انما كلنا زعلانين، كلنا مقهورين، كلنا ما ينفعش ان فرقه زي، مع احترامي جدا لاي فرقه في العالم كلها، ان فرقه تقارن بمنتخب مصر كاثيوبيا. حتى لما بقيت تفوز بتفوز بصعوبه يعني، بصعوبة مش بتكلم جدا. حتى يعني على ماتشين ثلاثه الاخرانيين، لا ده يعني حتى الموسم اللي فات مش على كل حاجه. في مشكله، في مشكله. خلينا نروح لو تسمح لنا برضو كابتن ايهاب دلوقتي لملعب التتش عشان نطمن ونشوف ايه اخر الاستعدادات للفريق في المنافسات طبعا القادمه زي ما حضراتكم عارفين. ومراسلنا العزيز محمد توفيق، يا توفيق سريعا كده عايزين نعرف منك، طبعا صباح الفل عليك في البدايه، وعايزين نعرف منك الكواليس كالعاده واخر الاستعدادات للفريق، اتفضل. صباح الخير يا نهوان، تحياتي ليكي والكريم ولضيفكم الكريم كابتن ايهاب جلال. يعني اجواء اكثر من رهانه داخل ملعب مختار التتش بالجزيره، المقر الرئيسي للنادي الاهلي، عقب الفوز بالامس على النادي المصري بالسلوم في دور ال 32 لبطوله كاس مصر 2021-2022، بطوله الكاس الجاي زي ما بنقول. كان النهارده اول تدريب على طول، تدريب استشفائي، مفيش وقت للراحه، على طول الاستعداد لمباراه بعد غد امام ايسترن كمباني في اطار المؤجلات الجوله 14 من الدوري العام. يمكن النهارده التدريب اللاعبين يعني اتجمعوا في تمام الساعه 10 صباحا، وانطلق المران في ال 11 صباحا. بدا طبعا بمحاضره الكابتن سعد عبد الحفيظ، اتكلم فيها مع اللاعبين عن اهميه هذه المباراه وما اليها، يمكن المباراه بروفا اخيره قبل مباراه الزمالك يوم الاحد المقبل ان شاء الله، وكمان هي مباراه هامه ضمن المؤجلات عشان النادي الاهلي يقدر يحصد 3 نقاط جديده تقربه من صداره بطوله الدوري. يمكن النادي الاهلي بياتي في المرتبه الثالثه بفقط 16 مباراه بفقط 4 مباريات على المتصدر المسابقه برصيد 37 نقطه، ان شاء الله دي تكون اولى خطوه من 4 مباريات مؤجله تقرب النادي الاهلي كتير جدا من صداره الدوري. كابتن سامح حفيظ اتكلم في كل التفاصيل دي، كابتن سامح انصان كمان المدرب العام للفريق اتكلم مع اللاعبين عن اهميه هذه المباراه وانها البروفا الاخيره قبل مباراه الزمالك، وطبعا ضروره الحصول على 3 نقاط. يمكن بشرة خير عوده اليو ديانج، ده اول المحترفين العائدين لصفوف النادي الاهلي، عاد بالامس ويعني عمل زي ما بنقول تمرينه في الجيم، ولكن النهارده اول مشاركه في التمارين الجماعيه مع الفريق. كمان كابتن وليد سليمان يمكن شوفي تماما من الاصابه وبيشارك في التمارين الجماعيه النهارده، بس اللي استمر غيابه هو علي لطفي طبعا للاصابه بجزع في اليد، طبعا غاب عن التمارين لليوم، طبعا بالاضافه لغياب عدد كبير جدا من اللاعبين الدوليين، يمكن لسه منتظرين عوده بيرستاو وعلي معلول لاعبين
اللاعبين المحترفين وكمان لاعبين المنتخب مصر اللي موجودين في كوريا. كل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله يقدم مباراه كبيره بعد غدا وكمان مباراه الزمالك يوم 19 وان شاء الله يبقى النادي الاهلي دائما في المقدمه. الكلمه ليكم اتفضلوا. طيب توفيق عندي سؤال اخير بس برضو سريعا هستاذنك، يعني بعد المباراه يعني والتالق برضو لبعض الكوادر اللي موجوده عندنا، ايه الحديث اللي دار؟ يعني خليني برضو اعرف منك عشان ننقل ده وانعكاساته للجماهير. اتفضل. طبعا اهوان ده بيأثر على الجميع بالايجاب ان يكون عندك اكثر من لاعب بديل خاصه مع ضغط المباريات. احنا بنتكلم تقريبا خلال الشهر المقبل النادي الاهلي هيلعب اكثر من 10 مباريات، هتبقى محتاجه لكل عناصر القايمه، كمان هتبقى محتاجه لعدد كبير جدا من الناشئين. الاطمئنان امبارح على عدد كبير طبعا مصطفى شوبير خاصه في ظل اصابه علي لطفي، ده طمن الجهاز بشكل كبير جدا. كمان زياد طارق، احمد نبيل كوكا، كل العناصر دي بتدي طمانينه للجهاز الفني. يمكن حتى كابتن سامي امصان في تصريحات لقناه النادي الاهلي امبارح عقب المباراه قال اهم حاجه كنا متفق معاه انا ومستر ميتسو موسيماني المدير الفني للفريق ان احنا عاوزين نجهز اكبر عدد من اللاعبين خلال المباراتين، سواء مباراه المصري بالسلوم او كمان مباراه ايسترن كامباني، عشان المباراه الجايه وضغط المباراه اعتقد جاهزيه اكثر من لاعب هتكون مفيده جدا للفريق، وهيكون عندك سكواد تقدر تبدلي كتير جدا بينه خلال الفتره المقبله. حلو جدا، بنشكرك جدا يا توفيق، شكرا ليك لهذه التغطيه، واكيد بنضم صوتنا صوتك بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب، يعني عفوا للفريق والمنتخب فيما هو قادم، يعني احنا رحنا بعيد بالظبط، عمليه في بيتها في الاخر ويهمنا كلنا كمصريين. طب طب بمناسبه المنتخب، لو كنت حضرتك صانع قرار، لو الطلب من حضرتك ان انت اللي تختار للي جاي في مستقبل منتخب مصر، كنت هتختار ايه؟ هل مدرب وطني اخر؟ هل هتروح لسكه عوده كيروش؟ هل هتمشي في سكه جلب مدرب اجنبي اخر غير كيروش؟ كنت هتختار ايه؟ بص يا كريم، احنا كنت قاعد معاكم هنا قبل كده وكنا بنتكلم على كيروش صح قبل ما ياخدوا قرار باي حد تاني يجي، وقلت انا ان الطبيعي او انا من وجهه نظري انا ان كيروش كان يستمر. ليه؟ لان برضه اسم كبير منتخب مصر، انت محتاج اسم كبير، مدرب كبير ايا كان بقى مصري او اجنبي، المهم يكون اسم كبير. مع احترامي طبعا ايهاب جلال مدرب كبير ومدرب كويس وصديقي العزيز طبعا، انما انا بنتكلم دلوقتي في مرحله انتقاليه، انت خلصت بطوله امم افريقيا، عندك تصفيات امم افريقيا، عندك تصفيات كاس عالم، عندك تصفيات كتير جدا جايه، فانت محتاج بتنتقل من 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 مرحله لمرحله ثانيه. المرحله دي محتاجه مدرب. اتحاد الكوره شاف ان الكابتن ايهاب جلال هو اللي موجود المفروض يعني اختير، يعني خلاص اوكي نقف وراه. حصل مشكله هيضطر، اننا سمعنا ان هو هيتغير، يبقى لازم يكون مع احترام من اي حد من وجهه نظري، انا بكلم انا كواحد من الجمهور، ان لازم يكون اسم كبير موجود ايا كان بقى مصري او اجنبي، بس انا في اعتقادي ان المرحله دي محتاجه واحد اجنبي عشان يعني نقفل اللغط والكلام الكتير جدا على اللي بيحصل هو يعني. معلش باحترامي وبرده سريعا جدا، اصلا كون ان انا كاتحاد اجي اختار مدرب وبعدين يلعب لي ماتشين ثلاثه وبعد كده اشيله، دي عيبه يعني، ما هياش حاجه حلوه يعني. انا بتكلم برده انا وكريم كنا امبارح في النقطه دي، من واحنا مش دوره رمضانيه في مدرسه ولا في نادي، انا لما اجي اختار لازم اختار على اسس، انا اتحاد، ف يعني انا حزينه، مش قصه ان فشل او نجح او غيره. انا على فكره انا بحب جدا كابتن ايهاب ومحترم صحيح. جدا شخصيه جداً. حقيقي محترمه جدا ولطيف جدا كل حاجه، بس احنا بنتكلم حتى وحشه ليه يعني، وحشه وبتظلم الشخص اللي انا اخترته، يعني هي من جميع الزوايا وحشه، شكلنا قدام العالم، شكلنا قدام الاتحادات المختلفه، لا مش حلو. هو كان اما اختير الكابتن ايهاب جلال كان ممكن يكون في ناس تانية غير مش موافقه عليه، وقتها كان في اسماء تانية فعلا مطروحه بالظبط كده، كان في اسماء كتير يعني. بس هي المفروض ان ما دام اختير يبقى لازم كلنا نقف وراه. هي طبعا هي المشكله كلها اللي حصلت هي مباراه يعني مع فرقه ضعيفه كسبتك، هي دي اللي عملت اللغط ده كله وعملت اللخبطه دي كلها في الموضوع كله. انما لو كنت بتلعب مع فرقه مثلا زي نيجيريا او كاميرون او كده كان ممكن الموضوع يعني عادي، انما انت بتلعب مع فرقه زي مثلا الفرقه دي انت كسبتك، هي دي المشكله، يعني دي مشكله كبيره. انما لازم يعني ما يعني انا اتمنى طبعا كابتن ايهاب جلال يكمل، انا ما اعرفش اذا كان يعني هيمشي او هيقعد، دي انا مش قادر افهمها يعني، او مش عارف اذا كان هيحصل ولا مش هيحصل. انما نتمنى التوفيق طبعا ليه، ونتمنى التوفيق لاتحاد الكوره في الاختيارات او اللي هيحصل بعد كده، دي مهمه جدا، لانك انت برضو احنا كل لما اجي اتكلم انا كايهاب جلال، لان انا عشت في المنظومه، منتخب مصر اسم كبير جدا. انتوا نفس الاسم صحيح؟
لسه واخد بالي. اتمنى ابقى قاعد واحده عشان العمليه في بيتها ومحدش ياخد باله. انا لسه مجمعه ولا حد ياخد باله. بالظبط كده. فلا لا يعني المكتوب في الكشف ايه واسماء الجهاز الفني كابتن ياب جلال. وعلى فكره وهتمشي وتبقى العمليه زباله. وعلى فكره بتجي لي رسائل كتير جدا بيحسبوا لي انا هيقول لك هيقول لك الاقاله دي ما كانتش لايهاب جلال منتخب مصر كانت ليهاب جلال الشباب. نتمنى يا كابتن ايهاب جلال اللعب مش عارف بكذا كذا اقول له حاضر نحاول نعملها يعني. بس للاسف يعني نتيجه حاجات كتير حصلت في الوسط الكروي والمنظومه الكرويه في مصر في الفتره الاخيره خلت ناس كتير عندها وجهه نظر بتقول ان الليله دي كلها لازم تتغير. واقصد بالليله دي الليله دي انا فاهم كامله واكيد حضرتك عارف انا اقصد ايه. انا فاهم بس وان ده السبيل الوحيد للاصلاح ما دون ذلك هو مسكنات ومش بالضروره تؤتي ثمارها كمان. والله يا كريم بص انت هتغير ماشي هتيجي ناس تانية او هتيجي اي حد تاني برضو نفس الكلام هيحصل. هو الكلام بيبقى واحد يعني الكلام كله تغيير لازم ومش لازم ويجي حد تاني مثلا يقول لك ليه جم دولت برضو لازم ومش لازم. هو الكلام كتير هيفضل في الموجود ده في اللغط ده على طول هنفضل موجودين طول حياتنا. ليه؟ لان كل واحد بيتكلم في الموضوع كل واحد اللي ليه واللي مالوش بيتكلم. فاحنا لازم الناس المتخصصه هم اللي يتكلموا في الموضوع فقط لا غير. انما بنلاقي ناس من الشارع او سوري يعني هو الناس كلها بتفهم كل حاجه انما نسيب كل واحد في تخصصه يعني الناس تتكلم وتقول ارائها ما فيش مشكله لكن تمام. اصحاب القرار هم يكونوا عليك. اصحاب الشان وفي الاول وفي الاخر احنا برضو الكلام ملوش علاقه بيه او يعني مش شرط التغيير يبقى هو الحل زي ما حضرتك بتقوله زي ما كريم برضو ذكر لكن احنا عايزين حل وعايزين المنظومه نفسها تتصلح سواء بتغيير سواء ببقاء. على فكره برضو يعني في نماذج محترمه في الاتحاد وفي الاول وفي الاخر احنا عايزين الصالح العام بما لا تضرر. وانا هتكلم عن الاهلي النادي اللي انا بنتمي ليه لان هو له كل الاحقيه صحيح. ومحدش يقدر يختلف على هذه النقطه. نورتنا كابتن ايهاب حقيقي والله بشكرك جدا وانا هشكرك بقى لان انا هروح مع بعض احنا قاعدين بنتجاذب اطراف الحديث معلش هسيب حضراتكم مع كريم طبعا وهتنورنا دكتور ايمان المراكبي عشان يتكلموا عن الملف اللي ذكرناه في بدايه الحلقه طبعا هو فكره هنا السمنه وكيفيه انقاص الوزن بس بطريقه يعني صحيه وسليمه دون الرجوع كمان مره ثانيه دي مشكله بيعاني منها ناس كتير. فاصل ونرجع نكمل.